السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة تقليدية كلنا عارفينها ومفيش بيت مصري بيخلى منها ومفيش اتنين بيختلفوا على حبها. هنعمل صينية البطاطس بالفراخ، بس هنعملها بطريقة مختلفة شوية وفيها شوية تكات كده هتخليكي تاكلي احلى صينية بطاطس بالفراخ ان شاء الله. إيه لو لسه اول مره بتتفرجوا على القناه، انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش لايك كتير للفيديو. تعالوا نشوف مقاديرنا. عندي هنا دي فرخه مقطعاها انا 4 ارباع كده، غسلها كويس طبعا بملح وخل وليمون، ودعكها بدقيق. اهم حاجه نغسل الفرخه كويس عشان ما نشملهاش اي ريحه زفاره. عندي بطاطس الكميه اللي انتوا تحبوها مقطعاها سميكه كده بالشكل ده. عندي طبقين حاطه فيهم توابل متشابهه عشان عايزه اتبل الفراخ لوحدها واتبل البطاطس لوحدها عشان كل حاجه تبقى متبله كده وواخده تطعيمه التتبيله وتبقى طعمها لذيذ كده وشهي. هنقول التوابل بتاعتنا، عندي هنا ده ملح، بهارات 7، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كاري، بهارات فراخ، فلفل اسود، ونفس الطبق ده فيه كمان نفس التوابل اللي هنا، طبق للفراخ وطبق للبطاطس. عندي هنا شوية زيت ذرة، دول بتوع 3 معالق مثلا. عندي كمان بصلتين كبار متقطعين كده شرايح، وطماطم وفلفل اخضر وجزر. الجزر والطماطم والفلفل الاخضر لما بيتحطوا مع صينية البطاطس بيدولها تذكيرة كده وبيخلوها طعمها هايل جدا. عندي كمان 2 معلقة من الصلصة. تعالوا نشوف هنعمل مكوناتنا ازاي وهنبتدي بايه. جبت البولة اللي هشتغل فيها، هنزل كده بالصلصة طبعا. زي ما حطينا كده صلصة بقى، يبقى لازم هنحط كمان 2 معلقة من السكر، 2 معلقة صغيرة. لما بنحط الصلصة في اي اكل لازم نحط سكر عشان نضيع المزازة بتاعتها. وهننزل كمان بشوية زيت الذرة دول، وهنعصر ليمونه. لما بنتبل الفراخ لوحدها والبطاطس لوحدها وكل حاجه بتبقى متبله كده وواخده من التوابل والبهارات ال7، بيبقى كل حاجه طعمها لذيذ جدا. هننزل بالتوابل وبعدين هنقلب كل حاجه مع بعضها كده، وهي دي التتبيله بتاعه الفراخ. والفراخ برضو بتنزل الصوص بتاعها على البطاطس، بتديها طعم رائع جدا. لو حسيناها تقيلة ممكن نخففها بشوية مية، بس هي كده تمام. هجيب الفراخ بتاعتي، هبتدي اعمل فيها فتحات كده بالشكل ده عشان عايزة التتبيلة تدخل ما بين الجلد وبعضه وما بين اللحم وبعضه، وكل حتة بقى في الفراخ تبقى متتبلة وتمام عشان تديني تطعيمة حلوة. بعد ما فتحت الفراخ انا كلها كده اهوت، هنبتدي ناخد من التتبيلة ونتبل الفراخ بيها كده وندخل كده ما بين الجلد واللحم عشان تبقى متطعمة كده من جوه ويبقى لحمها شارب من التتبيلة دي. الافضل طبعا ان احنا نتبلها من قبلها بكذا ساعة الفراخ ونسيبها في التتبيلة، بتبقى تمام جدا. وكلنا عارفين ان الفراخ كل ما قعدت وقت اطول بتبقى احسن. هتبل الفراخ كلها كده بنفس الشكل كده. تبلت الفراخ اهوت زي ما اتفقنا وعملناها مع بعض. هنركن الفراخ كده بقى على جنب، وهنجيب البولة اللي هنتبل فيها البطاطس. هننزل بالبطاطس كده وهنحط عليها بقى الجزر والبصل والفلفل الأخضر وكل الخضار اللي عندنا ده والتوابل، وزودت كمان مكعب مرق الدجاج عشان يطعم البطاطس كده وبيدي الاكل تسكيره كده. انا بحب اضيفه للاكل جدا. وهبتدي بقى اخلط كل ده كده مع بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
كده احنا تبلنا الفراخ وتبلنا البطاطس، كل حاجة متبلة. شايفين البطاطس التوابل بتلزق فيها اهيت، شكلها جميل واصلا ريحتها طالعة من قبل ما احطها في الفرن، ريحتها طالعة جميلة جدا. التوابل لما اختلطت مع البصل عطيها ريحة جميلة جدا جدا. وبعدين هنجيب بقى الصينية اللي هنحط فيها. جبت الصينية بتاعتي ونزلت فيها كده اهو بالبطاطس والخضار وكل حاجة تبلناها مع بعض. البطاطس ريحتها طالعة جميلة جدا، وهاجي ارص عليها بقى من فوق كده الفراخ اللي احنا تبلناها. انا مش بحب احط للبطاطس عصير طماطم، انا بكتفي بالصلصة اللي انا حطيتها في الفراخ، وكمان انا حاطة طماطم مع البطاطس. هنرص الفراخ كده اهو بالشكل ده، وبعدين هننزل عليها بقى بمية مغلية من الكتل. هننزل بشوية مية كده اهو بالشكل ده لحد ربع الصينية كده بس، يعني حطينا قيمة كوباية كبيرة من المية. والفراخ بتنزل بقى الصوص بتاعها، وهنغطيها بورق فويل. ومشغلة الفرن بتاعي على أعلى درجة حرارة، هدخلها الفرن على أول رف، هتقعد إن شاء الله من ساعة لساعة وربع، وبعدين هنطلعها نشوفها مع بعض شكلها بقى عامل ازاي. وده شكل صينية البطاطس بتاعتي بعد ما خرجتها من الفرن بالظبط، قعدت ساعة وخرجتها، ريحتها طالعة روعة جدا 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 جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. انا حطيت فويل كده وحطيت فيه حتتين فحم ولعتهم على النار، وهنزل عليهم بمعلقة زيت بالشكل ده عشان نطلع كل الدخان بتاعه، وهغطيه كده عشان صينية البطاطس بتاعتي تاخد من ريحة الفحم كده، ويبقى الفراخ كأنها مشوية، والبطاطس برضو مش عايزة اقولكوا بيبقى طعمها خطير قد ايه. شوية وهنرجع عشان نقدمها مع بعض. يلا بينا بقى نكشف عن صينية البطاطس بتاعتنا ونشوف شكلها عامل ازاي. مش قادرة اقولكوا ريحتها طالعة عاملة ازاي، فظيعة. الفراخ طيبة وكل حاجة تمام زي ما انتم شايفين اهو. ونختبر كده الفراخ طيبة ازاي، نعمل كده الجناح، لو بيتكسر معانا يبقى تمام، والبطاطس طيبة كمان اهي. يلا نقدمهم مع بعض. وده كان طبقنا النهاردة، قدمت كده طبق اهوت البطاطس بالفراخ مع رز بشعرية. رز بشعرية كلنا عارفين طبعا بيتعمل ازاي. الوصفة النهاردة كانت هايلة جدا جدا، صينية البطاطس بالفراخ دي يعني أكلة مقربة كده من قلبي. عملناها بطريقة مختلفة عن التقليدي، وريحتها طالعة جميلة جدا جدا، لكم أن تتخيلوا أصلا بقى الطعم عامل ازاي. يا رب تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. ولو لسه بقى اول مرة بتتفرجوا على القناة، سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد مشاهدة، وهنكبر بيكم ان شاء الله، وعشان غيرنا يستفيد برضو. واشوفكم في وصفة جديدة على خير، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.